في البداية أتمنى تذكرون أخواننا المرابطين في غزة، الله ينصرهم ويحقن دماءهم عاجلا غير آجل، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب. اليوم ويانا BMW X2 الجيل الثاني الجديد i20، راح نشوف إن شاء الله نفصل بفيديو هذا مع بعض. حياكم الله، مشاهدة ممتعة. طبعا كالعادة راح تلقون كافة تفاصيل BMW الكويت تحت في وصف الفيديو، اللي هو شركة علي الغانم وأولاده. مشكورين على توفير السيارة للتجربة بشكل كامل، وأخص بالشكر أخوي سليم زهر مستشار مبيعات، دائما يعطينا أجدد سيارات BMW للتجربة. أنصحكم إذا أي واحد يبي يشتري سيارة من BMW يتواصل مع سليم زهر، بإذن الله راح يساعدكم بكل شيء تبونه من سيارات BMW، من الأسعار والعروض وأي شيء تحتاجه من BMW. فقط اتصل على رقم راح احط لك اياه تحت وصف الفيديو، وعنده كافه تفاصيل سياراتهم، وحتى لو سيارات نزلت جديده عنده كافه تفاصيلهم. وBMW منزلين الاكس 2 عندنا بالكويت على فئتين، ينزل الاي 18 والاي 20. الاي 20 اللي انا اليوم اللي هو اعلى درجه موجوده حاليا، ام 35 للحين ما نزلت، ان شاء الله اذا نزلت راح نصورها باذن الله اذا حصلناها. عندك الاي 18 سعرها يبدا من 15900 دينار كويتي، اللي انا اليوم 18450 دينار كويتي، هذا السعر ابتداء. راح يطلع لك الحين تحويل للعملات الاجنبيه الاخرى، اتمنى انها تكون مشاهده ممتعه للجميع، واضغط على زر اللايك قبل لا تكمل المشاهده اساس يساعد القناه ويساعد المقاطع هذه تنتشر بشكل افضل. كالعادة خلونا ناخذ جولة تصويرية عن السيارة من كل صوب، نكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. في البداية خلونا نشوف المحرك، والمحرك يكون B48 أربع سلندر على شكل بالجنب كذي، يكون يولد 201 حصان وعزم يصل إلى 400 نيوتن متر، طبعا يكون تيربو تشارج. الجير يكون 7 سرعات، ونظام الدفع يكون نظام دفع رباعي مستمر للعجلات الشهير من BMW اللي اسمه إكس درايف. مثل ما تشوفون المحرك يكون بالعرض مو بالطول، فهني يكون كافة تفاصيل السيارة الإضافية اللي من ناحية الدينامو والأشياء هذه موجودة على الجنب. ومثلا ما احنا متعرفين السيارات الأوروبية يكون فيها خطافين هني لتثبيت الكبوت وغطى المحرك على السرعات العالية. صرفة الوقود تعتبر ممتازة، اللتر واحد من البنزين مشيك 14.7 كيلو، وسعة خزان الوقود تكون 54 لتر. بحسبة بسيطة راح يمشيك قراوك 794 كيلو، طبعا مشتت وياك الارقام هذه على حسب ظروف القياده، ويفضل انك تعبيها 95، ما في مشكله انك تعبيها 91. BMW X2 i20 في البدايه هذا هو شكل المفتاح، مفتاح تقدر تشغل فيه الاضاءات عن بعد، مثل ما تشوفون مثلا اذا تصافط بمكان مظلم او شيء، حتى الشبك مثل ما تشوفون فيه اضاءه جميله اللي هو الكيدني جريل المميز من BMW، اذا تبي تطفيها تضغط وراح تطفي وياك بعد فترة. والسيارة فيها تشغيل عن بعد عن طريق المفتاح، تضغط ضغطتين بعدين تظل ضاغط تشتغل السيارة على طول، ما شاء الله نظام التشغيل سريع جدا. وإذا بتطفيها نفس الشيء العكس، تضغط ضغطتين بعدين تظل ضاغط وراح تطفي السيارة. من ناحية تاريخ السيارة، السيارة بدأت الجيل الأول منها 2017 مثل ما تشوفون بالصور، هذا هو الجيل الأول. الجيل الأول كان أصغر شوي من السيارة هذه كأبعاد خارجية، حتى الشكل من ورا كان شكله كانها هاتشباك مو SUV، فهذا صار ارفع شوي من الجيل السابق. ابرز المنافسين في الفئه هذه البولفو XC40 وايضا المرسيدس GLB، وتدش وياهم بالمنافسه GLA ايضا، واودي او اودي Q3 في الفئه هذه. هوية التصميم الأمامية BMW بحتة على طول، راح تعرف من بعد كيلومترات بعيدة راح تدري أن هذه السيارة من BMW. مثل ما تشوف الإضاءات، خلنا نشغل لكم إياها عن طريق المفتاح. شوف حتى الشبك فيه إضاءة جميلة جدا جاية في الليل، تضيء بشكل جميل جدا. أيضا عندنا الحساسات موجودة بالأسفل، دليل أن السيارة فيها الصف التلقائي، فيها الرجوع الذكي مثل ما احنا متعرفين من BMW، إذا دشيت مكان ضيق ترجع وتذكر في ذاكرة تذكر اللي انت مشيت بالمسار هذا، فترجع على حسب المسار اللي حطيتها سابقا. والاضاءات جميله جدا، فيها شعار BMW او كلمه BMW موجوده داخل، الكريستالات جميله جدا، وايضا فيها ضوء التفاف جانبي، يكون في حال انك لفيت المقود يمين ويسار راح يكشف لك المنطقه هذه اللي ما تشوفها بالليل، فهذه يسمونها اضاءه كورنرنج لايت وديرنينج لايت،
اللي هو الدي ار ال، جميله جدا صراحه. اضواء الاشارات موجوده هنا على الجنب مثل ما تشوف، في عندنا كاميرا هنا دلينا فيها كاميرات 360 درجه، راح نشوفها ان شاء الله من الداخل، جميله جدا كانه في درون خارجي يصورك. الشبك ما يكون فيه اكتف جريل اللي يسمونه الاكتف جريل، لا يكون ما في الشترات هذه اللي تسكر من نفسها. شكل جميل من الامام ورياضي صراحه، حتى الخطوط الحاده هذه، شوف شعار بي ام دبليو جاي عليه خط كذي، كله للانسيابيه هذه مو فقط شكل. يعني في عندك فتحات حقيقيه هنا لانسيابيه هواء افضل، ايروديناميك افضل. انسيابيه الهواء الدراج كوفيشنت يكون 0.27، يعتبر جيد جدا بالنسبه لسياره اس يو في. ابعاد السياره خارجيه في العرض تكون 1845 ملم، وطول قاعدة العجلات من الإطار الأمامي إلى الإطار الخلفي تكون 2692 ملي متر. طول الإجمالي للسيارة يكون 4567 ملي متر، وطول السيارة يكون 1575 ملي متر. خلوص الأرضي يكون 191 ملي متر. والإطارات اللي أنا اليوم يكون مقاسة 245 40 20 إنش، مثل ما تشوفون علامة الأم موجودة هنا، هذا عليه الأم باكج. صراحة الإطار شكله جميل جدا ورياضي، وفي عندك على المدقر الأمامي علامة الأم اللي هو أم سبورت، والإطار يكون من بريلي. نظام التعليق يكون من مكفرسن بالأمام ومالتي بلينك متعدد الوصلات بالخلف. شوف هني في فتحات تشوفونها، هذا الشبك اللي داخل يكون حق الانتر كولر مال التيربو. السيارة التصميم الجانبي جميل جدا، جاي قصة الكوب. بالمناسبة أي سيارة من بي ام دبليو رقمها زوجي تكون رياضية وكوبي X2 X4 X6، حتى صالات سيارات السيدان الفئة الثانية والفئة الرابعة والفئة السادسة كلهم تجي قصتهم، حتى الفئة الثامنة اللي هو سبورت رياضي بالكامل يكون قسم الكوبي مال سيارات بي ام دبليو. في عندك قضبات للسلة موجودة فوق تقدر تركب عليها اكسسوار، ايضا الشارك فن زعفة القرش لأنظمة الراديو والاشياء هذه موجودة في هني، والفتحة البانوراما ما شاء الله عملاقة، راح نشوفها ان شاء الله من الداخل. التصميم الجانبي هذا هو الشكل الخلفي، مثل ما تشوفون الاضاءات LED بالكامل مع الجناح الجميل جدا المدمج في الدبة الخلفية. عندنا الواشر لتنظيف الكاميرا الخلفية رافعينها نعطيك عشان تعطيك رؤية افضل. هذا هو شكل السيارة من الخلف. في عندك شعار الاكس درايف اللي هو دليل على الدفع الرباعي مال السيارة اللي هو نظام بي ام دبليو الشهير، و 20i محرك الاقوى اللي انا اليوم. الحساسات موجودة على الجنب، مثل ما قلت لكم هذه السيارة فيها صف التلقائي، وفي ديفيوزر جميل جدا معطيها حضور جميل صراحة. السيارة من الاسفل عندنا تبطل الدبة عن طريق شعار بي ام دبليو، ترفع فوق تفتح بشكل كهربائي. السعة الخلفية تكون 560 لتر، في حال انك طويت الكراسي الصف الثاني 1470 لتر تصريحك. في ليت LED ممتاز، ايضا عندك 12 فولت موجود تقدر تركب عليه اشياء خاصة فيك، وايضا هني تشوف في علامة تقدر تركب عليه اكياس الجمعية والاشياء هذه في مكان تخزين هني، وهذه الشماسية تقدر تشيلها وتستفيد من المساحة بشكل افضل. تسكر عن طريق الزر الموجود هني وتقفل السيارة مرة واحدة تقدر. خلونا نشوف بي ام دبليو من داخل. كيل سنتري اكيد، دخول ذكي بدون مفتاح، في حال انك قفلت السيارة فقط تجي تحط ايدك تفتح السيارة على طول، تجي بس تحط ايدك اسفل المقبض هذا، مقبض الباب كلاسيكي جميل ردوا ويكون انسيابي بشكل ممتاز. تقدر تقفل السيارة عن طريق الزر هذا وتحط ايدك هنا يفتح بشكل كامل. نقطة العمياء موجودة في السيارة، ايضا انظمة السلام بالكامل راح نشوفها ان شاء الله من الداخل. عندك الليت LED موجود هنا يعطيك انك انت فاتح ضوء الاشارة، حتى السايق يقدر يشوف ضوء الاشارة، ميزة ممتازة. خلونا نشوف السيارة من الداخل. ما شاء الله بي ام دبليو دائما من افضل المواد اللي موجودة في السيارات. هذا نظام الترحيب، عندك الجلود وايضا التطريز باللون الابيض، وعندك هنا الجلد الاحمر مع القضبة هذه جميلة. في تقفل تبطل الابواب، وهني النقوش الموجوده على الالمنيوم هذا جميل جدا مع اضاءه داخليه. عندك اثنين حافظات للمقاعد، والنقوش موجوده على الجلد نفسه، شو شكله جميل جدا. مستوحينا من نظام الشاشه اي درايف 9. عندك سماعات موجوده تقدر تبطل الدبه هني، وعندك مكان تخزين عملاق.
المناظر اكيد تفتح بشكل كهربائي بالكامل، كلهم اربع درايش، ما فيني علامة شيء. اتمنى تحطون بي ام دبليو او اي شيء، سيارة تنصنع في المانيا مثل ما اشوف. والكراسي تكون رياضية جميلة، بوكيت سيت اللي هو الحاضنة هذه، الدعمات الجانبية ما شاء الله عملاقة. عندك ايضا الكراسي كهرباء بالكامل مع دعم للركبة بشكل يدوي موجود هنا على المقعدين للسايق والراكب، والفتحة ما شاء الله بانوراما عملاقة موجودة بالسقف. والدرايش الأمامية تكون مدبلة لزيادة عزل الصوت مثل ما تشوفون، بالخلف تكون مو مدبلة عادية. وتقدر تطوي المناظر الخارجية عن طريق الزر هذا. نظام الدواسة يكون رياضي أورغان، جميل جدا هذا هو دواسة البنزين، يكون نظام الأورغان رياضي بشكل أفضل من الدواسات العادية. خلونا نشغل السيارة من الداخل. عندك زر التشغيل يكون موجود هنا، وهذا هو الجير. أول شيء عندنا السكان، سكان ما شاء الله في سماكة جدا يعني عملاق السكان ما شاء الله. عندك التطريز المتداخل الجميل كروس ستيتشنج، وفي عندك علامة الأم جميلة جدا مع التجويف السكان هذا الجميل. سكان صراحة شكله رياضي جميل جدا. على اليسار عندنا مثبت السرعة، وهني عندك البوست هذا راح أقول لكم إياه إن شاء الله. في هنا أزرار خاصة في الشاشة اللي بالنص اللي هو مقاسها 10 إنش، تدعم شاشات مختلفة راح أوريكم إياها إن شاء الله. عندنا ايضا تحكم طول قصر الصوت والاوامر الصوتيه، وعندك ايضا ترد وتغير اتصالات، والميديا تقدر تغيرها من هنا. هنا البادل شيفتر هذا فيه بوست يعطيك اقصى قوه للمحرك خلال دقيقه. السياره فيها هيد اب ديسبلاي راح اوريكم اياه ان شاء الله. عندنا نظام المساحات يكون بشكل اوتوماتيكي حساس للمطر، والاضاءه تكون هنا موجوده عن طريق المسكه هذه او العصا هذه التحكم. في حال انك تغير اعدادات الاضاءه تضغط الزر هذا راح يطلع لك بالشاشه الوسطيه، تقدر انك تحط الضوء العالي يكون بشكل اوتوماتيكي يشتغل على حسب السيارات اللي بالامام. حتى كشاف الضباب تقدر تشغله وتطفي من هنا. بشكل عام احساس جميل جدا داخل السياره. عندك التطريز هذا الجميل الموجود او النقوش الموجوده على الجلد، شكله صراحه انيق جدا ومميز في السياره هذه. من ناحيه الشاشات ما شاء الله الشاشات موجوده، راح اوريكم اياها نظام الاي درايف الجديد الاي درايف 9، وهذا هو شكل الداخليه للسياره مع النقوش الجميله هذه الموجوده في الالمنيوم هذا. الشاشه الوسطيه التحكم فيها او شاشه العداد عن طريق الزر هذا، تضغط راح تغير الاشكال، راح اوريكم اياها ان شاء الله الحين. هذا هو الاشكال الموجوده، تقدر انك تختار مثلا الشاشه هذه او الشاشه هذه. عندك ثلاث شاشات، وايضا عندك هنا الشاشات الموجوده، حتى تقدر تحط النافيجيشن موجود امامك. في اهم المعلومات مثلا تبي معلومات مهمه تهمك من ناحيه كم تمشيك سياره، تحت يسار يعطيك مكان الوقود او عدد يعني المدى للسياره، وتحت يمين عندك درجه حراره، وايضا درجه حراره الماء السياره او الكولنت. صراحه العداد ممتاز جدا، جودته جدا عاليه من ناحيه التفاصيل اللي موجوده فيه. وايضا تقدر تتحكم في نظام الهيد اب ديسبلاي، اذا انت بتختار شنو يعرض لك بالضبط. انا اقرب لكم على الهيد اب ديسبلاي، اذا تبي هذه منظر قياسي او المنظر هذا. والشاشه الاي درايف 9 الجديد في السيستم البي ام دبليو الجديد، هذه الشاشه 10.2 انش، تدعم اللمس بشكل كامل، فيها النافيجيشن بالكامل مع مراقبه حركه المرور ايضا مثل ما تشوفون. عندنا بالكويت مثلا هنا في زحمه والاشياء هذه راح يوريك على طول. ايضا السياره وسطنه المركبه، عجبتني اللغه. ايضا عندك التطبيقات بالكامل موجوده هنا، ونظام التكييف يكون مدمج بشكل سريع، تضغط هنا يفتح لك نظام التكييف، تقدر تعدله على راحتك. ايضا عندك التطبيقات الخاصه في السياره، ماي مود اللي هو اللي يسمونه الانماط القياده، بس بي ام دبليو غيرته صارت مود مثلا سبورت، تحول السيارة وتصير استجابتها للسرعة بشكل أفضل. حتى الإضاءات تتحول باللون الأحمر الداخلية. عندك ماي مودز، بيرسونال سبورت، افيشنت، اكسبريسيف، والريلاكس، والديجيتال أوت. والشاشة أيضا فيها سيستم خاص في بي ام دبليو، فيها مثلا الطقس، يوريك الطقس في جودة الهواء والأشياء هذه كامل موجود في الشاشة هذه. الشاشة تدعم التحديثات عن طريق الواي فاي من نفس السيارة هي نفسها. صف المركبة مثل ما تشوفون هذه السيارة راح تصف من نفسها،
إذا ضغطت الرجوع بدء التشغيل بساعد الرجوع إلى الخلف. أيضا تقدر تحط الرجوع إلى الخلف مثل ما قلت لكم قبل شوي. شوفوا هو متذكر كل هذا ما شاء الله. أنا قبل شوي كنت رايح من هنا فمتذكر كل الطريق هذا ومحفوظ في سيستم السيارة. راح نسوي تجربة عملية بعد شوي إن شاء الله. أسفل الشاشة في مكان تكييف واحد عملاق وأيضا مكانين هنا تكييف. الشكل التكييف صراحة غريب، أول ما تركب سيارة راح تحس في شيء غريب. هذا ألمنيوم مصقول جميل جدا وألمنيوم حقيقي مو شكل فقط. شوف التطريز اللي جاي هنا والنقوش هذه الجميلة اللي موجودة على الألمنيوم هذا، صراحة جودة المواد الداخلية ممتازة جدا. عندنا بالأسفل هنا مكان لشحن الوايرلس مميز. ليش؟ لأن في هذا المكان أو الحاضن في حال انك حطيت الهاتف هنا وتسكر عليه هذا ما يتحرك يمين ويسار. عجبتني حركة هذه، المسكة هذه عجبتني. في اثنين حاملات كواب، تمنيت يكون في اسنان للتثبيت اساس لا يتحرك الكوب في حال انك السرعات العالية والاشياء هذه. في عندنا 12 فولت موجود هنا تقدر انك تستخدمه، وفي تايب سي 2 موجود هنا. الجير يكون كهربائي بالكامل موجود هنا اللي هو 7 سرعات، وايضا طول تقصر على الصوت عن طريق الفرار هذا. وهني يكون زر الفليشر. عندنا بالاسفل هني اسفل التكه هذه في مكان تخزين عملاق ما شاء الله. هذه مميزات انك تستخدم شيفت باي واير الكهربائي الجير الكهربائي. ايضا هني عندنا الماي مود سيفتح لك اختصار، اوتو هولد بشكل يمسك السياره في حال انك وقفت في الاشارات. ايضا هني عندك هذا النظام تبي مثلا الصف التلقائي موجود هني باختصار، راح يفتح لك الكاميرا 360 درجه منظر بانوراما ما تشوفون. راح اوريكم منظر صف المركبه. ايضا بنشوف شكل المنظر مساعده السائق منظر بانوراما شارع غسل. هذول كامل شوف مثلا تبي تنظف الكاميرا شلون تنظف بشكل جميل جدا. ايضا عندنا منظر ثلاثي الابعاد، شوف السياره تقدر تشوفها كانه في درون خارجي يصورك مثل ما تشوفون. والله جميل ما شاء الله، تصور من هنا احسن خارج السيارة ما شاء الله. دقة ممتازة جدا في نظام الكاميرات. وهني التراك موجود، تبي تبطل التكاية هذا سايد بريك الكتروني في حال مثلا اني حاطه الحين على الدي، اضغط السايد بريك الكتروني راح يتحول الى البارك من نفسه ويسحب السايد، نظام ذكي. في حال انك حطيت الدي راح يسحب السايد بشكل تلقائي، فذكية السيارة من ناحية تعامل الجير والاشياء هذه ذكية جدا. عندنا هني زر تضغط تفتح التكاية الموجودة، تفتح الجنب مكان تخزين صغير شوي، معطينك مكان تخزين عملاق بالأسفل ما شاء الله. عندنا أيضا مكان تخزين هني عملاق ما شاء الله. وفوق عندنا منظرة فيها تعتيم تلقائي مثل ما تشوفون، أضواء تكون باللمس، ما في مكان تحفظ فيه النظارة. هذه للإضاءات تفتح على طول هني صفحة الإضاءات، في حال أنك ضغطت الزر هذا راح تفتح لك صفحة الإضاءات بشكل كامل مثل ما تشوفون. الإضاءات تقدر تحط أي إضاءة تشغلها، حتى اللي ورا تقدر تشغلها بشكل تلقائي. هذه في حال أن لا سمح الله صار عندك طوارئ أو شيء تقدر تستخدم الـ SOS. أعتقد بس تشتغل في دبي أعتقد أو الإمارات. هنا عندنا الشماسية موجودة، فيها أيضا LED موجود تمتد. الشماسية ثابتة ما فيها انك تقدر تعدلها على راحتك، لا تكون ثابتة. خلونا نشوف الـ BMW X2 من الخلف. انا ملاحظ BMW الجديد جدد كلهم فيهم هذه الزجاج اللي هنا، القطع هذه ما تكون في شكل تقليدي يعني، صراحة شكله جميل حتى حاطينه بالـ X2 مالها. عندنا الباب نفس اللي بالامام بالضبط، الجودة كل شيء مستخدمين نفس اللي بالامام، حتى التطريز او النقوش اللي موجودة على الجلد حاطينها بالخلف. ايضا عندنا المقبض هذا نفسه موجود مع شكل السماعه مع مكان تخزين عملاق ما شاء الله. عندك المقاعد حتى الحزام، شوف الحزام على شعار الام الشهير الجميل جدا. المقاعد هذه تقدر تطويها لانك تستفيد الى توصل وياك الى 1400. شوف هني يصير مسطح بالكامل. انا مضبط الكشن على اني سايق وعندي مساحه جدا ممتازه، حتى بالخلف التطريز والنقوش هذه موجوده بشكل جميل. عندك مكان تخزين هني، ايضا في مكان تكييف بالنص مع فتحتين USB Type-C مع مكان صغير للتخزين بالاسفل. وعندنا التكاية الوسطية موجودة، فيها 2 حاملات اكواب مع اسنان للتثبيت بشكل ممتاز. اكيد المقاعد موجودة فيها الايزوفكس للاطفال، والسقف في مسكات مثل ما تشوفون مع اضاءة للقراءة باللمس ايضا.
بسم الله، خلونا نبدأ تجربة قيادة. في البداية نربط الحزام. في البداية نظام المقود، المقود يكون كهربائي بالكامل. نشوف إن شاء الله السيارة من ناحية التسارع. في عندنا نظام البوست بإذن الله راح نجربه. السيارات مين؟ شوفوا هني ان شاء الله نحاول نجرب السيارة كالتسارع. تضغط على البادر شيفتر على اليسار راح يعطيك بوست 10 ثواني. ما شاء الله ما شاء الله، تسارع ممتاز جدا يعتبر. شوف السيارة من ناحية استخدام اليومي بالسيارة او نظام التعليق. ما قلت لكم بي ام دبليو عندهم نظام تعليق جميل جدا كهندسه، كايضا تطبيق على ارض الواقع. صراحه السياره فيها تماسك ممتاز جدا بالنسبه لاس يو في، يعتبر حتى لو جيت على سرعه عاليه تعتبر فيها تماسك ممتاز جدا. نظام التعليق مكفرسن، بالخلف يكون مالتي لينك متعدد الوصلات. خلونا نشوف مستوى الضجيج على سرعة 100. راح تلقون جدول بإذن الله تحت يوريكم كافة السيارات اللي جربناها في الجدول، راح أحط لكم اياه بالوصف. شوفوا هذا هو معدل أقل نسبة ضجيج موجودة على السيارة، نقدر نقول 57.4 ديسبل. نظام التعليق في السيارة هادي جدا، ياخذ المطبات بشكل ممتاز. ايضا هذه عيون القطط اللي نسميها بالكويت اللي بين الحارات، ما راح تحس فيها بشكل قوي. السياره فيها هدوء، فيها يعني حس بريميوم يسمونه. عندنا في السياره نظام تحذير من الخروج عن مسار، وايضا يرد السياره في حال انك مثلا ما انتبهت. شوف مثلا شوف شلون يتدخل بالمقود، يلف السكان من نفسه ويردك على الحاره الوسطيه. للأسف ما في رادار متفاعل ذكي الأمامي، لازم أنك أنت تنزل السرعة وأنت اللي تتحكم في السيارة. فيها منع التصادم الأمامي في حال أنك لازم على ما شفت اللي بالأمام وخلاص السيارة درت أنه في تصادم، راح يضغط بريك أو يدوس على الفرامل من نفسه السيستم اللي موجود في السيارة. أيضا فيها في حال أنك تغير من حارة إلى حارة وما شفت النقطة العمياء، راح يتدخل ويردك على المسار، ما راح يخليك تدعم في حال انك ما شفت بالنقطة العمياء. في نهاية المقطع اشكركم شكر جزيل على متابعتي الى الدقيقة هذه من المقطع. راح تلقون مثل ما قلت لكم كافة تفاصيل علي الغانم واولاده تحت بوصف الفيديو، وايضا اخوي سليم زهر الله يعطيه العافية وفرنا السيارة. اي سيارة من بي ام دبليو الجديدة يكلمنا اخوي سليم ونجربها ونعطيكم انطباعنا عنها. ففي حال انك تبي تواصل وياه مثل ما قلت لكم راح تلقون تفاصيله تحت بوصف الفيديو. شكرا على المتابعة والى مزيد من المقاطع نفس هذه.